مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير. مرحبا بكم الى الحصاد الرياضي والذي نستهله كالعاده بابرز العناوين. لجنة الانضباط تعاقب فيلاج موسى بمباراتين دون جمهور عقب احداث الشغب التي ميزت لقاءه امام مولودية العاصمة في كأس الجزائر. وزير الشباب والرياضة يعطي إشارة انطلاق ملتقى الحالة العامة للرياضة. الرابطة المحترفة الأولى تعود غدا بافتتاح مباريات الإياب ولقاء شبيبة الثورة وشبيبة القبائل في قمة المواجهات. المحترفة ثانية أربع مواجهات في افتتاح مرحلة العودة والرائد أولمبي أشلف في مهمة مفخخة أمام جمعية وهران. مرحبا بكم مجددا. بداية، عقبت لجنة الانضباط في اجتماعها اليوم فريق فيلاج موسى بلعب مباراتين دون جمهور على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مواجهة الفريق أمام مولودية العاصمة في كأس الجزائر. لجنة الانضباط واستنادا لقانون بطولة الهواة أقرت بخسارة فيلاج موسى بضربات الترجيح باعتبار أن العميد كان متفوقا في اللقاء بثلاثية نظيفة قبل توقفه، بالإضافة إلى التكفل بتكاليف ترميم الملعب. في المقابل عقب فريق اتحاد الأخضرية بلعب لقاء واحد دون جمهور بسبب أعمال الشغب في لقاء الكأس أمام شباب قسنطينة. أشرف اليوم وزير الشباب والرياضة محمد حطاب على إعطاء إشارة انطلاق أشغال ملتقى الحالة العامة للرياضة بقصر المعارض بصنوبر البحري، وعرف اليوم والأول حضور 10 وزراء بالإضافة إلى والي العاصمة عبد القادر زوخ، وبحضور مختلف الفاعلين في الرياضة من تقنيين ورؤساء اتحاديات وأبطال سابقين. وشهد الملتقى الذي سيدوم 3 أيام عرض مختلف الاتحاديات للمعدات، ومن المنتظر فتح 6 ورشات عمل من بينها الطب الرياضي، المنشآت الرياضية، وتكفل بالمواهب الشابة. يستفيد من هذه المنشآت باعتباره قطاعا أفقيا بامتياز يتدخل مع العديد من القطاعات والمؤسسات الأخرى، مما يتطلب تجنيد الجميع لتوفير الظروف والمحيط الملائم لنمو الرياضة وتطويرها. إن المراحل التي عرفها قطاع الشباب والرياضة ببلادنا منذ الاستقلال قد أثرت على مسار تشكيل معالمه وكذا على مستوى تكوين هويته، يضاف إلى ذلك غياب الثقافة الرياضية وتعميم الرياضة للجميع وهو ما يضعه في وضعية صعبة. إن مثل هذا الوضع يستدعي ضرورة إحداث التغييرات اللازمة التي تفرضها أصلاً وتائر التطور والتحول التي تعرفها مجال الرياضة على الساحة الدولية من جهة، ومن جهة أخرى تدارك التأخر على صعيد التكوين والتدريب الذي أصبح يتطلب قدرات تقنية عالية. تفتتح غدا الجمعة المرحلة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى بإجراء الجولة 16 وبلعب أيضا 7 مواجهات مثيرة أبرزها تنقل شبيبة القبائل لمواجهة شبيبة الثورة، وفي مواجهة أخرى يستقبل نصر حسين داي فريق شباب قسنطينة. التقرير لانتصار هادف قل. تعود عجلة الرابطة المحترفة الأولى لدوران بداية من الجمعة بلعب مباريات الجولة 16 والتي تتميز بمواجهة واعدة بين الأندية التي تسعى للتتويج باللقب والأخرى التي تلعب من أجل تفادي السقوط.
الرائد اتحاد الجزائر سيكون في تنقل محفوف بالمخاطر إلى تجنانت لمواجهة الدفاع المحلي الذي سيكون مطالبا بتحقيق الفوز لا غير من أجل الابتعاد عن مؤخرة الترتيب، في حين يسعى الاتحاد للعودة إلى العاصمة بالزاد كاملا لمواصلة تربعه على عرش البطولة. نصر حسين داي يستضيف شباب قسنطينة على ملعب 20 أوت بالعاصمة في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة، خاصة أن الناديان يعيشان نشوة تأهل إلى ثمن نهائي الكأس. من جهة أخرى يلاقي شبيبة الثورة نادي شبيبة القبائل على ملعب 20 أوت ببشار بنية الظفر بالنقاط 3 لتعويض خيبة الإقصاء من السيد الكأس والبقاء في مقدمة الترتيب، في حين أن الكناري لن يتنقل إلى بشار في ثوب الضحية وإنما من أجل العودة إلى تيزي وزو بالنقاط 3، وهو ما يرشح هذه المباراة لتكون قمة الجولة 16. في بلعباس سيكون الاتحاد المحلي في مواجهة صعبة عندما يستضيف الوفاق الصيفي، خاصة أن جماهير المكرة لن ترضى بغير الفوز لتعويض مرارة إقصاء الكأس أمام تشكيلة صيفية حضرت جيدا لهذا الموعد، في حين يستقبل جمعية عين مليلة ضيفه شباب بلوزداد في مواجهة متباينة المستوى، فيما يلاقي أهل برج بوعريريج نادي مولودية وهران من أجل تحقيق الفوز. أما أولمبي المدية فسيكون في تنقل صعب إلى مولودية بجاية في لقاء يعد جد صعب لأبناء التيطري. هذا وأنهى فريق شبيبة الثورة تحضيراته تحسبا للمواجهة التي تجمعه غدا الجمعة بشبيبة القبائل على ملعب 20 أوت ببشار بداية من الساعة 6 مساء، ووضع المدرب نبيل نغيز آخر اللمسات على التشكيلة التي ستواجه الكناري ضمن الحصة التدريبية الأخيرة التي ركز فيها على الجانب التكتيكي، حيث شارك الوافد الجديد رفيق بكبوكا الذي تم تأهيله رسميا رفقة زيري حمار وأوليموينغي في انتظار اشتراكهم أو إشراكهم من قبل المدرب نبيل نغيز. مجبرين على الفوز باش نعاود نرجع للمركز تاعنا اللي هو المركز الثاني، ولكن ندركنا راح نواجه فريق كبير اللي هو شبيبة القبائل، خاصة الموسم هذا عنده لاعبين شبان عندهم إرادة كبيرة وعزيمة، وهما خلاف نفس الشيء نهزموا وتقصاوا من الكاس بقى لهم إلا الدوري الجزائري. إن شاء الله نشوفوا مباراة كبيرة يوم الجمعة بين فريقين يلعبوا كرة قدم نظيفة، وإن شاء الله الأحسن فوق الميدان هو اللي يفوز. الأجواء كانت مليحة، مرحبوا بيا طريطري بيا الحمد لله، ونسي باش نتأدبت في الجروب طباري طب الحمد لله، مام كان جروب ما شاء الله، مام حتى المدرب ساعدني باش نتأدبت ربيت مو في الجروب، وبقوله ما اشتاجيرسك إن شاء الله كما كنت شوفوا تحذيرات عادية، إن شاء الله نكونوا على وتر، إن شاء الله نكونوا بين فريزون في الماتش ونجيبوا اللي طرابوا إن شاء الله. أنا محضرين من هذا الجانب صورتوا من الجانب الدهني والجانب البدني باش نديروا مرحلة تاع العودة في المستوى، ون كما نقولوا نحقوا الاهداف اللي راهي مسطره مع الاداره ومع الطاقم الفني. ان شاء الله لو بريمي ماتش تاع دا كونت جياسكا ان شاء الله نكونوا بري لو جو دو ماتش ونحقوا الانطلاقه تاعنا اللي تخلينا. وضع المدرب نور الدين زكري اخر الرتوشات على التحضيرات التي قام بها وفاق سطيف قبل التنقل الى بلعباس لملاقاه الاتحاد المحلي في افتتاح مرحله العوده من المحترف الاول. الطاقم الفني بالرغم من الغيابات بما فيهم عبد المؤمن جابو الذي رفض العوده والمشاركه رفع ايضا التحدي للعوده بنتيجه ايجابيه من بلعباس، حيث وضع المدرب نور الدين زكري ثقته في بعض الشبان في الفريق الذين قد يراهن عليهم على في هذه المواجهة، كما نفى زكري الأخبار التي راجت بانسحابه من الفريق في ظل الوضعية الصعبة للنادي الصيفي. أنا كنت تمنيت أنه يكونوا اللاعبين كلهم حاضرين وكلهم في داخل التشكيلة، ولكن هذه أمور هي من كرة القدم، الإصابات الموجودة في كرة القدم والغياب تاع جابو الله اعلم، لا ادري لماذا جابو هو قائد الفريق، ما نعرفش علاش راهو غايب على
على المجموعه تتضارب الاقوال. في بعض يقول لك ما خداش المستحقات تاعو راهو غايب من المستحقات تاعو، البعض يقول عنده بعض المشاكل العائليه، واحد يقول عنده اصابه، واحد يقول انا لحد الان يعني ما نعرفش هذه الاشياء. سي فري كانت عندنا بريباراسيون طويله، صافي كان جو حنا نبريباريو الماتش هذايا باسكو ما عندناش ماتش تاع لاكوب تاع بوسعاده. الحمد لله كيما نقولوا سي فري ما عندناش ماتش تاع لاكوب، مي اون اور بلاسي الماتش تاع لاكوب بدو ماتش اميكال وين استفدنا شويه وين طبقنا التعليم تاع لونطرينور. الحمد لله سايتي دو فيكتوار. الحمد لله حنا كيما نقولوا دوكا اون كونسونطري على الشامبيونا بوكو بليس. الماتش هذا اللي قلت لك يفتح لنا بزاف ابواب ان شاء الله، خاصه في مرحله العوده واحد لازم يبدا اون فورس باش ان شاء الله يلحق لي زوبجيكتيف. حدث مدرب أولمبيا المدية توفيق الوابح عن مواجهة مولودية بجاية في افتتاح مرحلة العودة، كما عاد للحديث عن فترة التحضيرات وعن الاستخدامات التي قام بها الفريق في الميركاتو الشتوي. مباراة بجاية راح تكون أول مباراة في المرحلة الثانية من عمر البطولة. مباراة تبقى صعبة كجميع المباريات، لأنه في اعتقادي أنه ما فيش مباراة سهلة ومباراة صعبة، كل المباريات صعبة، كل المباريات فيها ثلاث نقاط على البساط. تحضيرنا يعني مدة يعني شهر ونص توقف البطولة، تخلل وتربص تاع تلبسان وثلاث تقريبا ثلاث مباريات ودية اللي استغل لها لتغطية ولا سد الثغرات والنقائص الموجودة على مستوى التشكيلة. في نفس الوقت قامت الإدارة بتدعيمات يعني الآن يعني تقريبا خمس يعني اكتمل عقد التعاقدات بخمس لاعبين. فعموما التعاقدات كانت وفق المراكز اللي كانت تخصنا والنقائص اللي ظهرت على التشكيلة في المرحلة الأولى. وقبل المواجهة المرتقبة لفريقه أمام شباب بلوزداد، أكد المدرب والمؤقت لجمعية عين ميليلا سليم مناد أن فريقه حضر في أحسن الظروف رغم الإقصاء من كأس الجزائر، حيث اعتبر أن هدف الفريق يبقى ضمن البقاء في المحترف الأول. حصة جرت في أحسن الظروف، سيرت سيتي اون ديفيت امير، خسرنا المباراة الكأس، ولكن هذا ماهوش من الهدف تاع الإدارة ولا الفريق. الهدف تاعنا هو البقاء في البطولة المحترفة الأولى. حنا نعملوا بكل وسعنا باش الفريق إن شاء الله يكون في القسم الأول، وعندنا فريق عنده إمكانيات، نظن راح نحسنوا الأخطاء تاعنا اللي كانت في المباراة السابقة، والفريق عنده يعني كلمة تاعو في البطولة إن شاء الله، وابتداء من المباراة تاع شباب بيكون إن شاء الله راح تكون الكلمة تاع الفريق وإن شاء الله نفوزوا بالمباراة. دوك رانا بوكو بليس كونسونتري على الماتش تاع سي ار بي اللي هو البريمي ماتش تاع الشامبيون تاع الروتور. ان شاء الله اللي جوار كاع راهم واعيين بالمسؤوليه اللي تسنى فينا ان شاء الله، ونديروا اليد في اليد باش نجيبوا لي 3 بوان ان شاء الله. احنا ماذا بينا كلاعبين نلعبوا امام الجمهور تاعنا وفي الملعب تاعنا، وحنا ما نكونسونتريش على هذوما الاشياء هذوما، ان شاء الله احنا نقعدوا نكونسونتري داخل التيران ان شاء الله بربي نديروا اللي علينا باش نجيبوا لي 3 بوان. يفتتح غدا الجمعة الشطر الثاني من بطولة الرابطة المحترفة الثانية بأربع مباريات مثيرة، وتتميز بالتنقل الصعب للرائد أولمبي شلف إلى ميدان جمعية وهران، بالإضافة إلى استفادة الملاحقين مولودية العلمة ونجم المقرة من أفضلية الملعب والجمهور. قراءة في جولة الافتتاح مع علي جعفر. في رحلة البحث عن استعادة المكانة بين أندية الرابطة الأولى، يستأنف المتصدر أولمبي شلف مشواره من ملعب الحبيب وقلب وهران في مواجهة أبناء المدينة الجديدة، ويستفيد ملاحقاه مولودية العلمة ونجم مقرى من أفضلية ملعبيهما مع ترقب أي تعثر لأبناء الونشريس. بعدما ختم شطر البطولة الأول بفوز قد يكون الأثمن بميدان ودادة نمسان، يمني سامر زاوي نفسه وأشباله أن تتواصل فترة الفراغ التي عاشتها جمعية وهران في آخر ثمان مقابلات لخطف ثلاث نقاط أخرى من خارج القواعد. المهمة لن تكون بالضرورة في المتناول، لأن متغيرات فترة الراحة قد تقلب قواعد اللعبة. على بعد نقطتين فقط لا يفكر الوصيف مولودية العلمة في غير النقاط الثلاث عندما يستضيف مولودية سعيدة رغم حرمانه من دعم الأنصار، كما يترقب البابية صحوة محتملة في بيت جمعية وهران أملا في أن تؤول الصدارة إليهم في جولة الاستئناف.
مفاجأة مرحلة الذهاب، نجم مجرى صاحب المركز الثالث سيستفيد من أفضلية جمهوره ومعالمه أملاً في الإطاحة باتحاد الحراش، لكن المدرب عزيز عباس سيحسب ألف حساب لكتيبة منافسه شريف حجار الذي أعاد الصفراء إلى سكة الانتصارات بعد واحدة من أسوأ بداياتها، ما يجعل المقابلة مفتوحة على كل الاحتمالات. رابعة مباريات جولة الاستئناف تجمع اتحاد عنابة بضيفه اتحاد بسكرة في سجال كروي متجدد، وفيها يطمح أبناء بونا لبداية جديدة تعيدهم للتنافس على منصة التتويج بعد شطر أول متذبذب. أما أبناء الزبان فسيحاولون التفاوض على نقطة كأقل تقدير للبقاء في مراقبة أصحاب المقدمة. شرف المركب الرياضي الجديد بتيزي وزو على نهاية الأشغال التي فاقت نسبة 86%، والمنتظر تسليمه في الثلاثي الأول. مركب رياضي شد به وزير الشباب والرياضة محمد حطاب الذي اعتبره تحفة ستزين الملاعب الجزائرية. ملعب تيزي وزو يقطع أشواطا كبيرة في طريق إبصاره النور ودخوله حيز الخدمة بما يتماشى وسياسة الدولة في سبيل النهوض بقطاع الشباب والرياضة من خلال إنجاز منشآت رياضية بمواصفات عصرية. لقد عملت الدولة جاهدة وبلا تواني على توفير منشآت رياضية لتجسيد السياسة الوطنية للشباب والرياضة من خلال إطلاقها لهذه البرامج الطموحة. إن قطاعنا حتما يستفيد من هذه المنشآت باعتباره قطاعا أفقيا بامتياز يتدخل مع العديد من القطاعات والمؤسسات الأخرى، مما يتطلب تجنيد الجميع لتوفير الظروف والمحيط الملائم لنمو الرياضة وتطويرها. ملتقى الحالات العامة للرياضة في طبعته الأولى كان مناسبة لاستعراض أهم الجوانب المنجزة لمشروع ملعب تيزي وزو والأجزاء المتبقية منها، وهو المشروع الذي يشرف عليه مجمع أشغال الطرق أوتيرش بحداد، حيث يتربع الملعب التحفة على مساحة تقدر ب 600,000 متر مربع وبطاقة استيعاب تصل ل 50,000 متفرج. ملعب بمواصفات معاصرة تضاهي كبرى الملاعب العالمية، وصرح رياضي من شأنه تخفيف الضغط على شبيبة القبائل، النادي الأكثر تتويجاً في الجزائر محلياً وقرياً، وعلى جماهيره. كان فيه نوع من الخلط بين مركب رياضي وملعب، الناس تقارن كثير مركب تيزي وزو بملاعب أخرى خاصة في بعض البلدان، وفيما يتعلق بالتكلفة، يعني جينا باش نوضحوا الأمور. أنه مشروع تيزي وزو يعني مشروع مركب رياضي ضخم يتربع على مساحة 600,000 متر مربع، أي 60 هكتار، فيه ملعب رئيسي ب 50,000 مقعد، فيه ملعب لألعاب القوى ب 6,500 مقعد، وفيه أيضا ملعب لتدريبات إضافة إلى فندق وعديد المرافق الأخرى بالمطاعم داخل الملعب. وبلغة الأرقام وكمرحلة أولى تم تخصيص ما يقارب 32 مليار دينار جزائري، ليرتفع الرقم في مرحلته الختامية بنسبة 30%، أي ما يعادل 46 مليار دينار جزائري، عكس ما أشيع عن مبالغ قياسية هي أقرب إلى الخيال. وسير للأشغال في آجالها المحددة. بالنسبة أيضا للناس اللي علقت على ريفالياسيون دي بري، نفس الشيء حدث في الملاعب الأخرى، مثلا أرينا انطلق بتكلفة 270 مليون يورو، وعندما انتهت الأشغال تكلفة الملعب كانت 340 مليون أورو. بالنسبة لمركب تيزي وزو انطلق فيها الأشغال بتكلفة حوالي 32 مليار دينار، أي ما يعادل 228 مليون يورو،
وانتهت وستنتهي الأشغال إن شاء الله بتكلفة 46 مليار دينار، أي ما يعادل 228 مليون يورو. معايير السلامة وكل وسائل الراحة تم الأخذ بها بعين الاعتبار في سبيل تكريس التصميم الافتراضي على أرضية الواقع. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام الجزء الأول من الحصاد الرياضي، لا تذهبوا بعيدا، لنا عودة بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، عودة متجددة إلى الجزء الثاني من الحصاد الرياضي، والذي سنخصصه للحديث عن عودة الرابطة المحترفة الأولى والثانية إلى أجواء المنافسة بداية من يوم الغد. أسعد باستضافة المدرب والمحلل الرياضي سمير بوجعران. شيخ، مرحبا بك. مرحبا بك ياسين، وشكرا على الاستضافة. شيخ، نبدأ بالحديث عن عودة الرابطة المحترفة الأولى للعب رفقة الرابطة المحترفة الثانية، لربما ماذا ينتظر الفرق التي تلعب على البوديوم والفرق التي تلعب على تفادي سقوط في هذه المرحلة؟ والله كما قلت الأخ ياسين، يعني بعد حوالي تقريبا شهر من انقضاء مرحلة الذهاب، حتى وإن كانت في هذه المرحلة مباريات تاع كأس الجمهورية، المرحلة الثانية مرحلة الإياب راح تكون جد مثيرة، سواء في المحترف الأول ولا في المحترف الثاني. وكما سبق وذكرت أن يعني كوكبة، يعني كان هناك مجموعتين، المجموعة الأولى اللي تتصدرها اتحاد العاصمة ب 33 نقطة، نظن إلى غاية نادي بارادو 20 نقطة، هذه الكوكبة الأولى اللي ربما راح تقعد تنافس على المراتب الأولى، يعني على البطل اللي يعني نقول اتحاد العاصمة راهو في اتحاد العاصمة متبوع بفرق شبيبة القبائل وفاق سطيف نصر حسين داي شبيبة الثورة، ربما الخمس الفرق اللي تلعب راهي حوالي سبع فرق، حتى نادي بارادو بعشرين نقطة يملك حظوظ باش يعني على الأقل يكون في البوديوم. أما الكوكبة الثانية كاين إلا يعني فريق شباب قسنطينة اللي نتائج تاعو ما كانتش يعني ما كناش ننتظروها بهذا الشكل في البطوله، حتى وانه يعني في كاس افريقيا راه داير مشوار جد وايجابي، راه بصفر التاهل في الكاس راه ب 19 نقطه، نقول بلي تقريبا يعني الحضور تاعو باش يبقي على اللقب تقريبا يعني حوالي 14 نقطه تفصلوا على اتحاد العاصمه، اذا يعني تكون المهمه يعني ربما لعب المنافسات القاريه نعم القاريه ممكن يعني يحاول يعني يتقدم شيئا فشيئا على الاقل المراتب الاربعه الاولى، عنده يعني تفصلوا خمس اربع نقاط على صاحب المرتبه الرابعه نصر حسين داو شبيبه الثورة 23 نقطه، باقي الفرق مولوديه وهران مولوديه بجايه راهم 18 نقطه، نقولوا يعني اكيد راح يلعبوا على البقاء، ويعني عندهم حظوظ باش ربما يحققوا البقاء تاعهم يعني شويه مبكر. باقي الفرق من مرتبه 11 اولمبي المديه ب 17 نقطه، امل عين ميلا ب 17، الى غايه شباب ابو الوزداد حوالي 6 ولا 7 فرق، 1 2 3 7 فرق ولا 8 فرق راح تلعب على تفادي السقوط، وراح تكون المنافسه مثيرة ومثيرة جدا. نعم، نعرفوا بأنه المرحلة العودة اللي تكون فيها مباريات صعبة، مباريات لربما يزيد فيها الضغط، ضغط الجماهير، ضغط النتائج، وضغط لربما المباريات اللي تحدثوا عليها كثير في الكواليس. أكيد، يعني شوف أخي ياسين، يعني البطولة الجزائرية نقولوا هذه عندها سنين السنوات الأخيرة زحمة في مراكز الترتيب. زحمة في المراكز الترتيب وزحمة في المؤخرة. ويعني بالحديث على الضغط، أصبحت كل الفرق الجزائرية إما اللي تسعى باش تلعب يعني عندها إمكانيات كبيرة من ناحية بشرية مادية وحتى استقرار تلعب على المراكز الأولى، عندها ضغط كبير من ناحية خاصة الجماهير تاعها، ويعني وباقي الفرق اللي من البداية
حسب الامكانيات تاعها البشريه والماديه راح تلعب على يعني البقاء وتلعب تحاول تحسن المراتب تاعها يعني من سنه الى اخرى. اصبحت البطوله الجزائر فيها ضغط كبير يعني نقولوا يفرضوا الشارع الرياضي على كل الانديه عايشه نفس الضغط سواء الفرق اللي تلعب على المراتب الاولى ولا الفرق اللي تلعب على يعني الباقة حتى الفرق اللي راهي يعني من بدايه الموسم تشوف المشاكل تاعها يعني في بدايه الموسم توحي بانها يعني فرق راح تلعب الى اخر جوله على يعني على تفادي السقوط وضغط كبير راح يحوم حول الفريق هذا طيله الموسم. نفس الشيء لربما للرابطه المحترفه الثانيه ولكن لربما شفنا فريق اولمبيا شلف اللي سيطر على المرحله الاولى الوصيف تاعو مولوديه العلمه حقق لربما استفاقه في الجولات الاخيره واختطف المركز الثاني في المقابل نجم المقرى اللي حقق المفاجاه اكيد في على حساب وداد تلمسه هي يعني في الدوري المحترف الثاني كان فريق شلف اللي في كل سنه حوالي 3 سنوات الاخيره هو يعني دائما يلعب الادوار الاولى وتروح له كما نقولوا احنا ورقه الصعود في الجولات الاخيره بالمقابل يعني فريق مولوديه العلمه اللي سنتين الماضيتين كان يلعب في كل مره على يعني تفادي السقوط وهذا شيء يعني واضح جلي لان الفريق هذا كان يعاني ازمه يعني تاع اداره في كل مره اداره غير مستقره تضارب بين نعم ذهب عرس الرادة وعودة المكتب نعم المكتب الاخر ويعني نقص ثاني الموارد المالية خلات الفريق يتخبط في يعني في مشاكل وفي سنتين يعني هو يلعب يعني باش كيما نقولوا احنا يتفادى السقوط. هذا العام نظن باللي الفريق يعني انطلق يعني انطلاقة مقبولة ونظن باللي حتى النتائج لان اخ ياسين ما يخفالكش باللي كان فرق عديده كيما نشوفوا احنا فريق يعني سكيكدا اللي كان في كل عام يلعب على ورقه الصعود فريق عنده يعني كيما نقولوا امكانيات ماديه يعني مشاكل ما كناش نتوقعوا الفريق يعني يصرالوا بهذا واسمه طريقه داروا يعني انتدابات حتى وين كان يعني انتدابات كيما يقولوا جذريه غيروا الفريق حوالي 90 ولا 95% ظنهم باللي يجدوا الفريق جابوا يعني مدرب عنده خبره بوغرار الاخ يعني بوغرار اللي كان سبق له صعد مع ستاجنات صعد مع فريق البرج يعني كانت كل شيء كان يحب لها الفريق السنه دي كان راح يعني قادر باش يلعب ادوار الاولى لكن دائما في الاخير دائما المشاكل النتائج في بعض الاحيان سوء النتائج كي ما تمشيكش معكش يعني النتائج كي ما تمشيش مع الدير يعني يكون فيه الشك ويزاد الضغط على اللاعبين على الاداره على المدرب ويخلي كيما يقول لك الفريق يغير المسار تاعو ويتخبط في مشاكل حتى وين يعني يكون ماديا لاباس به يعني ما نجعلوش كل يعني النجاح يعني كيما يقولوا نقارنوه غير يعني من ناحية الماديه في بعض الاحيان هنالك الاموال فريق عنده كيما نقول لك هناك يعني لاعبين ذو نوعيه مدرب مخضرم ولكن النتائج ما تمشيش تدخل في واحد دائره الشك هذه كيما نقولوا احنا تدخل في منطقه الشك والشك هذا كان في بعض الاحيان فرق تخرج منه يعني بسرعه نفس الشيء ربما الفريق اتحاد الحراش فريقين اللي تعرفهم كثير اللي دربتهم القبة. اتحاد البوليده ورائد نعم. القبه نعم. ربما فرق عاصميه تعاني في هذه الفرق الثلاث اللي تكلمت عنهم اخ ياسين المشكل تاعهم باين يعني مشكل مادي بحت لان كشفت نفس المشاكل اللي كانت حدثت لهم العام الماضي اتحاد الحراش والبوليده كانوا في القسم الاول من بدايه السنه مشاكل ماليه ويعني وفي كل مره الانتدابات ناقصه وكذا خلات الفريق خلى تضارب بين يعني في الإدارة تاعهم دائما هناك نزاعات بين رؤساء السابقين وكذا يأثروا على الفريق وخلوهم ينزلوا نفس الشيء هذا العام وين الفريقين اتحاد البوليدة واتحاد الحراش بداية سنة انطلقوا يعني بمشاكل مشكل الإجازات مشكل الديون خلاو الفريق يعني ما يقلعش كيما نقولوا احنا ما يبداش الموسم ما يقلعش ويبقى في نفس الريق وبداتهم ثاني مشاكل تاع النتائج
يعني وين شفت فريق الحراش وخاصة فريق الحراش مثلا حوالي 8 مباراة ولا 9 مباراة تعادلات تعادلات خارج الديار، يعني ما خلاتوش يدير هذيك القفزة النوعية باش حتى وين عنده فريق نوعا ما، يعني نقدروا نقولوا الكتلة البشرية نتاعو المجموعة يعني مقبولة، قادر تلعب أدوار أولى، عنده لاعبين مخضرمين، عنده لاعبين شبان قادرين يديروا يعني مسار أحسن في البطولة، لكن الشق المالي أثر عليهم كثير. نعود الأندية الرابطة المحترفة الأولى، لربما كثفت المباريات في فترة التحضيرات، هناك أندية استفادت من فترة التحضيرات ولكن أندية أخرى شاركت في منافسات أخرى على غير كأس الأندية العربية، رابطة أبطال إفريقيا، كأس الاتحاد الإفريقي، كأس الجزائر، لربما هل تستطيع هذه الأندية التي شاركت في هذه البطولات البقاء على نفس الريتم في المرحلة الثانية؟ شوف هي من ناحية حديث يعني عن نصر حسين داي، شباب قسنطينة، نعم، شبيبة الثورة، وبدرجة أقل مولودية العاصمة، هذه الفرق يعني كلها راهي في المقدمة، يعني في السباعي الأول، يعني في السبع مراتب الأولى، في الوقت اللي الفرق الأخرى كانت عندهم متسع من الوقت باش يديروا وعاودوا يديروا تحضير يعني من جديد، يعني تاع فترة شتوية اللي هي يعني كما يقولوا ضرورية نوعا ما، لأن المدربين يديروا كما يقولوا احنا الحوصلة تاع مرحلة هي فيها فترة راحة صغيرة بعد، نعم، إعادة تنشيط الجسم وكذا، ويعاودوا مع الانتدابات الجديدة، يعني عندهم وقت باش يدخلوا يعني اللاعبين جديد باش يندمجوا ويديروا بعض المقابلات الودية تخليهم يعني يحضروا مرحلة العودة أحسن. في نفس الوقت الفرق اللي تلعب يعني طاحت لها كما يقولوا جاتها المرحلة هذه فيها مباريات يعني قارية، هنا التحضير يختلف، لأن هاد اسم الفرق ما عندهاش الوقت الكافي باش يعاود يدير يعني تحضير مخصص للفترة الشتوية، راح يعني يكمل في البرنامج وشنو تكون هناك خاصة الفرق اللي عندها إمكانيات تاع الاسترجاع، لأن ما يخفى لكش فرق تلعب في إدغال إفريقيا يعني سفر كما يقولوا سفر طويل يعني غياب رحلات مباشرة، وزيد ما عندهمش الوقت الكافي يعني لاسترجاع، هل في نفس المرحلة يعني في نفس الوقت ممكن هاد نقدروا نعتبروا هذه المباريات، انت بما انك مدرب نقدروا نعتبروا هذه المباريات بمثابة تحضير لمرحلة العودة؟ لا ما نقولوش يعني تحضير، لان هي عندها طابع خاص، من احنا من يعني نشوفوا يعني وين كاين فرق ربما في البطولة اسمه الوطنية ما تقدمش يعني أداء مليح وما تكونش مليحة، ربما في البطولة يعني في البطولات القارية والعكس، العكس صحيح، وين كان فرق في البطولة الوطنية يقدموا أداء جيد ويكون عندهم نتائج جد إيجابية، والدليل على ذلك أحسن فريق يعني اللي يعني متصدر الدوري اتحاد العاصمة واللي يملك كما يقول لك استقرار إداري يعني من ناحية البشرية ما شاء الله، عندهم يعني تركيبة يعني مليحة، حتى دكة الاحتياط يعني يعني بأحسن اللاعبين، وعندهم ماليين ما عندهمش مشاكل، شفناهم يعني في المنافسات القارية كما يقولوا احنا جازوا يعني جازوا أكوتي، ولهذا يعني طبع يعني تاع المباريات القارية ماهوش ما نجموش نحصروه، لكن تبقى دائما هذيك المباراة تخلي الفرق هادويا يبقاو يعني في لا كومبيتيسيون. المشكل الواحد اللي يبقى هو مشكل الاسترجاع، خاصة الفرق اللي عندها ربما تشكيلة يعني متواضعة شو يعني حوالي يعني يعتمد دائما على 14 13 15 لاعبين، ما يدورش تشكيلة ولا عنده دكة يعني احتياط يعني ماشي قوية. بالحديث عن هذا ممكن تكون عندهم يعني كما يقول لك مشاكل في مرحلة العودة. بالحديث عن هذه النقطة، لربما أغلب الأندية خاصة اللي تلعب على المراكز الأولى قامت باستخدامات لتدعيم الفريق ولخلق لربما نفس جديد في المرحلة القادمة، الحديث عن اتحاد العاصمة اللي يتحرك فيها هذا الميركاتو، فريق شبيبة الثورة أيضا، فريق شباب قسنطينة أيضا تحرك في الميركاتو، لربما الأندية التي تلعب على المراكز الأولى مولودية الجزائر أيضا هي التي تحركت أكثر في الميركاتو الشتوي. أكيد، لأن عندها أهداف يعني بين مسطرة، وعندها أهداف يعني دو مستوى كما يقولوا يحوسوا على مستوى العالي، لأنهم راهم يشاركوا الأغلبية راهم يشاركوا في البطولات القارية. اتحاد العاصمة اللي دائما يحوس كما يقولوا يكون عنده أحسن تشكيلة ممكنة اللي تخليه يعني نظن باللي
من ناحيه البطوله عندهم اسباقيه لان عندهم تقدم حوالي 5-7-6 نقاط ولا 7 نقاط على يعني صاحب المرتبه الثانيه. شبيبه القبائل 26 نقطه وفاق سطيف 24 نقطه حوالي 9 نقاط عنده يعني اسباقيه مع التعداد اللي عنده والامكانيات الماديه والبشياء تخليه في احسن يعني رواق باش يكون بطل هذا العام في انتظار يعني ربما مفاجآت يعني حتى وإن يعني استبعد هذا الشيء. الفرق الأخرى اللي تكلمت عليها أكيد راهي يعني ترونفورسي كما يقول لك تعداد يعني تاعها لأن عندها تنتظرها عندها كأس الجمهورية يعني تقريبا كل هذه الفرق ما عدا شبيبة القبائل وشبيبة الثورة اللي خرجوا يعني خروج مفاجئ في الكأس عندهم يلعبوا على تلت مجابهات البطولة يعني اللقب ولا على الأقل البوديوم كأس الجمهورية اللي هو كما يقول لك مطلب اسمه شرعي قادر أي فريق يقدر يلحق النهائي وينال اسمه الكأس ونشوفوا اليوم الحمد لله تلت فرق يعني جزائرية لحقت دي يعني دور مجموعات شيء يعني ديجا إيجابي جدا بالنسبة لهاد الفرق خاصة شبيبة الثورة ولا نصر حسين داي ولا شباب يعني قسنطينة شباب قسنطينة اللي هما لأول مرة ربما لأول مرة يعني وحتى نصر حسين داي اللي عندها مدة طويلة يعني أكثر من 20 سنة ما عدا في يعني في مرة واقل في 2006 ولا شاركوا في بطولة إفريقية ما عندهمش تجربة كبيرة. شيخ لربما البحث عن لاعبين مميزين في الميركاتو هذا قاد الفرق هذه تتنافس على نفس اللاعبين في الميركاتو اللي دفر بأحسن اللاعبين سمعنا بنفس الأسماء في هذه الأندية لربما وين خلق نوعا ما حساسية أيضا بين بعض الفرق. شوف الأخ يزن يعني في هذا المستوى وخاصة في المرحلة دي الشتوية أنا كاين هما شوف كاين اللاعبين زوج أنواع تاع اللاعبين كاين لاعبين عندهم مستوى حقيقة عندهم مستوى وقادرين يقدموا الإضافة في أي اسم فريق. أولا أنا استغرب يعني لاعبين عندهم مستوى والفرق تاعهم تتخلى عنهم باش يروحوا في فرق يعني اسم أخرى إما كاين مشكل يعني شخصي بين اللاعب والفريق يعني إدارة ولا مدرب مع الجية إما بعض اللاعبين اللي يعني عندهم إمكانيات نعرفوهم يعني عندهم إمكانيات وربما طموح تاعه أكثر يعني ما كانش عنده فرصة باش يلعب مباريات عديدة يعني لا حتى يعني من ناحية كومبيتيسيون لأن التعداد يعني ثري وما كانش عنده يعني عنده حظوظ باش يشارك في أكبر عدد من المباريات ويشيل للاعبين يعني ما هي حتى وين يتقاضوا أجور لاباس بها وقادرين يقعدوا في الفريق لكن يفضلوا كما يقول لك الجانب الرياضي يقول لك انا نروح نلعب وين نلعب مباريات عديده ونربح بوال كومبيتيسيون ونطلع المستوى تاعي وكاين اللاعبين اللي يعني هما يسرحوهم الفرق يسرح اما يعني يعني حاله انضباطيه اما المردود تاعهم ما تأقلمش مع هذاك الفريق مثلا نجبدوا على سبيل زيري حمار اللي يعني من الثورة جاء اتحاد العاصمة قدم يعني نقول لك مردود مقبول في بعض الأحيان كان يعني راح شبيبة القبائل بعض راح شبيبة القبائل كيف بعض اليوم وعاود ولا يعني الفريق اللي بدا فيه أول موسم تاعو في البطولة الجزائرية هاد اللاعب نظن في مولدية وهران ما لقاش الظلة تاعو لأسباب ربما جلها ربما يعاود يولي في الثورة راح يعاود يلقى نفس المستوى تاعو ربما راح يتحسن ولهذا نقول هاد الانتدابات اللي راهت في المرحلة الشتوية ما راحش تكون يعني بالاكيد يعني 100% ناجحة يعني هي كما يقول لك ست نعم ولكن لربما اللي خلق لربما توازن شيخ لربما لذلك الوقت سؤال اخير ايضا قله اللاعبين لربما والان اصبحت السوق الجزائريه لربما تستهوي الانديه التونسيه اكيد دوك احنا كره القدم حاليا يعني خاصه في الجزائر بالليلي مزياني واخيرا العريبي لاعب دفاع تجنانت اللي انتقلوا للبطوله التونسيه هذه يعني ماشي حديثه العهد كان يعني من الماضي وحنا احسن لاعبين تاعنا اللي كيبرزوا في البطوله الوطنيه كانوا في كل مره ولا ما احترفوش في الخارج في يعني في اوروبا كانت الوجهه تاعهم بين المغرب
وتونس حتى يعني تونس كانت اكثر اكثر طلب اكثر طلب يعني من اللاعبين الجزائريين. البطوله المغربيه ربما راحوا لها بعض يعني لاعبين في يعني فترات يعني متفرقه متفرقه، لكن البطوله التونسيه كانت دائما تستهوي احسن لاعبين جزائريين لان عندهم فرق كما الترجي التونسي والنادي الافريقي والساحلي في كل مره يلعبوا ادوار متقدمه في بطوله يعني افريقيا يعني كأس افريقيا تاع الانديه، ولهذا دائما هما يبحثوا كما نقولوا احنا على عصافير النادره. نعم شيخ سمير بوجعران، وصلنا الى ختام الحصاد الرياضي، نشكرك على قبول الدعوه شيخ. لا شكرا على واجب، ونشكرك مره اخرى على الاستضافه، بارك الله فيك. شكرا لك شيخ. وصلنا اذا الى ختام الجزء الثاني من الحصاد الرياضي، مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعه والاصغاء، الى اللقاء.